أربعين ثمانين يا عشير. والله عشير بالله هذا شارت عسير على اليوم، يشبه كده شارت معوق شوية. ها؟ طيب إيش نبغى من الموجة دي كلها؟ نحن نكبر الصورة شوية. أيوه، هذه أعلى قمة. يا سلام، تعجبني يا راعي عسير. أيوه، بسم الله بسم الله، هذا الترند. يا سلام، أيوه، الله يا عسير أهمين. بدأ يلف الطارة من قاع القناة، أديله من طيب. وبعدين أيوه، نسحب الفيبو من القمة. يا سلام يا سلام يا سلام، فين المقاومة الآن؟ لو تحرك أديله الهاي 27 95، الأدنى 24 46، 27.95، الأدنى كم قلنا؟ 24.45، لا 24.46، يعني ما فرقت، بس برضو نحطها بدقة. طيب والله عسير قرب من مطب، هنا كان في قاع للشمعة، نحط الخط العرضي هنا، حاول ارتد منه قبل فترة بس رجع كسره. هذا مطب صغير سهل اختراقه عند الأربعة وعشرين اثنين وتسعين. هذا لو اخترقوا عسير ايش كشف؟ كشف متوسط المية وأول 23 فيبو من الموجة ما بين 25.16 إلى 25.28، فأين تصبح مقاومة عسير اللي عليها الكلام في هذه الدائرة؟ وهنا كمان يوجد خط عرضي منقط يقرأ من باب التأكيد في حالة الاختراق 25.35، وكان عنده عسير فجوة. يا عيني عليك قفلها في النزلة دي، الفجوة كانت هنا، شايف؟ هذه كانت الفجوة في شهر مايو. وهنا كان في قاع في جون. هو فوقه. الله عسير يا اخوان، لو انا مضارب وعندي كاش وابغى ادور لي سهم في قاع قناة، الله عسير. شفتوا كيف الصبر؟ طيب يا اهل الصبر، شفتوا كيف؟ لو في واحد راسم الشرط كان قنص عسير من 24.5 امس، يصدقوا؟ والله بس الخوف، الخوف. شوف اللي يحلل ويفتح الشارت يعرف كيف يشتغل. شوف هذا اللي شاله امس عند 24.5، شاله في قاع القناة، ولو شاله وقال لو كسر وقفل تحت اوقف خسارتي. شوف كم كسب اليوم؟ نص ريال الى الان. واحتمال يكسب ايش؟ احتمال يكسب 35 هللة زيادة لو راح زي ما سوى الاهلي تكافل قبل شوية عند اول 23 فيه. يا شباب التحليل صعب؟ ما هو صعب، سهل. شفتوا انا ايش سويت؟ خلاص وهذا الشارت. طيب متى تتوقع يا ابو محمود يصير شمن كحولي عسير؟ عسير لو من هنا الى 26.5، اتخيل يعني ريال ونص من هنا، وهذه منطقة ممكن يطلع ينزل المقاومة تخترقها تتحول دعم، يعني تعدي مطب يتحول دعم، تعدي فيبو يتحول دعم، تكسرها تتحول مقاومة، وتعتمد على الإغلاقات. متى يقلب عسير شمن كحولي وتتوقع أنه في من وراها انفراجات قد تذهب إلى 28 ومتوسط الميتين اللي دائما نقول على الشهري يقرأ 28.5، شايفين المتوسط على الشهري هنا؟ هذا كله ممكن نتفائل فيه لو طلع عسير خلال اليومين دي وقام اقتحم الترند كده، من يوم ما يقرب
ويؤدي النسبة الذهبية من الموجة الصغيرة مع خط القناة على طول. إيش تقول؟ تأخذ من الأدنى إلى الترند. حلو؟ هذا الأدنى في الموجة. وتأخذ الهادة تحطه كده محل الاختراق. الله يا شباب، يصير الهدف 28.40 28.5 في هذه المستويات، قريب متوسط 200 على الشهر. استاهل الصبر ما لم يكسر 24.5 ويغلق دونها. الصبر طيب. هيا روح، كل واحد يروح في سهمه ويسوي زي كده، يشوف مثلا موجته اللي نزل منها من آخر قمة إلى أدنى مستوى، يرسم القنوات، يشوف هو في الدور الأول، شوفوا عسير ما احتاج يدخل دور ثاني ودور ثالث، خلاص هي هذه قناة هابطة نزل إلى قاعها وارتد السهم. لكن برضو الارتداد لسه ما زال في أول، ولسه قدامهم 100 دحين، وقرب من 100 يا 25 10 والمية 25 17، والفيبو 25 28، والمطب لتأكيد اقتحام محور المقاومات الخط المنقط العرضي 25 بالضبط 25 40 25 35. كشف بعدها 25 80، كشف بعدها 26 10، كشف بعدها 26.5، وبعدها نقول ايش؟ وتعالى بص هناك، تعالى بص الله لا يوفقهم في عسير بعنا بخسار، حسبي الله ونعم الوكيل.